تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع، نهاية الأسبوع. إن شاء الله كان هذا أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، أسبوع لطيف. حققنا فيه جزء من طموحاتنا، أنجزنا فيه شيء لعملنا ولوطننا. وعشان لما تي إجازة نهاية الأسبوع ندخلها وإحنا مستانسين ونحس بإحساس الإنجاز. وأي حد ما أنجز الشيء اللي هو كان يطمح إن إنجازه، ما في مشكلة، دائما هناك أيام أخرى، هناك محاولات أخرى، فما نيأس وما نزعل. أهم شيء ندخل الويك أند أو عطلة نهاية الأسبوع ابتسامة وروح عالية عشان نرتاح، ومثل ما يقول نغسل ما بداخلنا من توتر وتعب العمل عشان نبدأ الأسبوع الجديد بطاقة إيجابية. ما دام تكلمنا عن الطاقة الإيجابية، عيل عرفتوا هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. أول شيء معي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل أبو نوح، يعطيك ألف عافية. وفي التنسيق عندي اليوم ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى المولة. إن شاء الله بنكون مع بعض على مدى تقريبا ساعة على الهواء، نناقش فيه ملاحظاتكم، آراءكم، في إشاعة طبية سمعتوا عنها، في خبر طبي حابين تأكدون منه، رأي طبي حابين تأخذونه. أفضل ما نقول استشارة، لأن أنا أفضل دائما الاستشارة يكون المريض متواجد، ولكن لا بأس من أخذ رأي آخر عن طريق برنامجكم صحة وسعادة. وعشان يكون برنامج ثري وممتع، لازم أن يكون في حوار بين المذيع وبين المستمعين. دائما أقول برنامج إذاعي يسولف فيه المذيع ساعة كاملة على الهواء، صراحة يستمومل، أنا عن نفسي أسكر الراديو. بس لما تتصلون أنتوا وتطرحون آراءكم ملاحظاتكم شكاويكم، شكر عندكم، رأي عندكم، معلومة طبية حابين تأكدوا منها، يثري البرنامج. فتواصلوا معنا على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما تعودنا دائما نبتدي بجديد السوشيال ميديا. راح نروح لعند أسماء الجناحي تقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا في هذا اليوم. صباحك ورد يا أسماء. صباحك نور سرور دكتور، عليك وعلى كل المستمعين مستمعين إذاعة نور دبي، ونقول الخميس الونيس وخلاص إجازة باكر إن شاء الله. دكتور، من ضمن الأشياء اللي نحن يعني حاطين مثل الأسئلة لها والأشياء التفاعلية، في سؤال دائما كل أسبوع عندنا سؤال. فسؤالنا هالأسبوع قلنا اختارها صح، ما هو الأفضل، مبيض القهوة أو الحليب؟ صح، عليه جائزة كبيرة. ها، عليه جائزة؟ لا ما عليه جوائز، بس نبغى نختبر ثقافة الجمهور. ممتاز، أوكي ممتاز. فأنا لاحظت أن تقريبا صح أن العدد يعني تقريبا 90% من الأشخاص يظن يعني قالوا أن الحليب هو الأفضل وهو صحيح، لكن في نسبة أيضا تقول أن مبيض القهوة هو الأفضل. أحيانا يعتقدون أن مثلا مكتوب عليه لوفات ولا مكتوب عليه قليل الدسم ولا هالأشياء، فيظنون أنه هو يكون أفضل من الحليب، أو إنه يقول إن أنت إلا هو بودر إلا هو خاشوقة، لكن هذا ذا يعني إنه مبيض القهوة أفضل من الحليب. فصح إن العدد النسبة الكبيرة جوابهم صح، لكن أيضا في نسبة تقول إنه مبيض القهوة هو الصح، وهذه معلومة خاطئة. ونتمنى أيضا استبدال أي شيء بالحليب، كل ما كان الشيء من مصدر طبيعي كل ما كان الشيء أفضل. صحيح صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب ننوه فيها، نحب نقول للمستمعين بما اليوم كان عندنا الأستاذ صالح الهاشمي موجود في إذا كان على البث المباشر يتكلم عن بخصوص التأمين الصحي. فنتمنى من الجميع أيضا من ضمن الكلام اللي قاله إنه ما في شيء توقف، لكن
المفروض ان الاشخاص يحدثون بياناتهم. ارسلنا الكثير من يعني او ارسلت مؤسسه البيضاء مصر الكثير من الايميلات والبريد الالكتروني والمسجات تطلب تحديث البيانات، فنتمنى من الجميع يحدث البيانات، ونحن ان شاء الله اليوم بنحط فيديو تعريفي في قنوات هيئه الصحه كيف يتم تحديث البيانات عشان سهوله حصولهم على الخدمات التامين اللي نتكلم عن المستفيدين من تنظيم من تامين السعاده. ممتاز. ايضا نختمها بجمله ايجابيه عودناكم عليها، تقول لا تفكر في المخاوف والعقبات بل فكر في النجاح والفرص. فطريقه تفكيرك تحدد مستقبلك. صحيح. كل ما ركزت على الاشياء اللي انت تخاف منها كل ما انت نسيت الفرص، يعني ممكن تيك فرصه وتروح وانت اصلا مو منتبه لها لان انت مركز في شيء المفروض ما تركز فيه. بالضبط. خلي خلي خلاص ركز في ركز في الموجود، ركز في الفرص، يعني بالضبط. ركز في الاشياء اللي ممكن تجيب لك فايده حق مستقبلك، وخلي الخوف، ترى الخوف ما يودي للفشل. ودمتم بصحه وسعاده. وانتي بصحه وسعاده يا اسماء، شكرا لك حبيبتي، شكرا. راح أعلق إن شاء الله بعدين على مداخلة أسماء. الكلام اللي قالته ترى جدا، هاي عبارة عن عبارات ذهبية، لو إحنا فعلا آمنا فيها وطبقناها ترى وايد راح يفرق عندنا مخرجات الأمور في حياتنا. من بعد الفقرة السوشيال ميديا راح ننتقل لفقرة التغذية. راح يكون عندنا أخصائية التغذية الأستاذة ست البنات، راح تكلمنا عن ست البنات. بعدها مو جاهزة مو مشكلة، زين عشان ألحق أعلق على الكلام اللي قالته أسماء. الكلام اللي قالته وايد مهم، اللي هو أحيانا نحن لما نفكر في أي خطوة، لما نفكر في أي إنجاز، لما نفكر في أي مشروع، أوتوماتيكيا نحط أول شيء العقبات. شو لو فشلت؟ شو لو خسرت؟ شو الناس بتقول لو أنا ما نجحت؟ في مراسلة لسي إن إن، أنا حين ما يحضرني اسمها، كان عندها كتاب وكانت تقول شيء اسمه 5 second memory. ذكرين بقولكم عن 5 second memory بعد ما ناخذ ست البنات عشان ما نحيرها على التليفون. ست البنات صباحك ورد. صباح النور، يا مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا فيك. كلمينا اليوم عن العوامل المؤدية لسكر الحمل. طيب، اليوم بيكون حديثنا عن العوامل اللي بتؤدي لسكر الحمل. وطبعا هو سكر الحمل تعتبر السكر اللي بيحدث اثناء فتره الحمل، وبيأثر عليه البيبي طبعا، وبيأثر عليه الحامل. وعشان نتفاداه في بعض العوامل بتكون متوفره في الحامل. نعم. عشان كده بنقول على اساس انه ممكن اذا هي فيها هاي العوامل ممكن تتفادى، او يعني تنتبه انه احتمال يجيها سكر الحمل. نعم. وبالتالي ممكن تعمل يعني موازنة في الأكل بتاعها، في الرياضة، في الحاجات زي دي. طيب، عندنا من العوامل اللي هي العامل الوراثي. إذا كانت في العيلة من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الأخت أو الأخ عنده سكري، ممكن احتمال يكون برضو تصاب بسكر الحمل. عندنا السمنة. إذا كانت نسبة السمنة الزيادة أكثر من 25 لـ30 في عناية، يكون عندها برضو احتمال إصابة السكر. ممتاز. عندك العمر، إذا كان هي أكثر من 25 سنة برضو معرضة. الأحمال المتكررة، إذا كانت ما في جاب بين الحمل والحمل برضو. عندك الولادة، الطفل يكون وزنه أكثر من 4.5 كيلو برضو بتكون معرضة لسكر الحمل. عندنا بالنسبة إذا كان في حمل قبل كده سابق وفيه كان سكر حمل. عندك الحمل اللي بيكون يعني أحيانا الناس اللي بيكون عندهم تكيس من قبل الحمل، بيكون في تكيس بتاع مبايض وكده، PCOS برضو بيكون معرضين. الناس اللي ما في حركة يعني من الأول، اللي بيكون الحياة الروتينية يعني نمط الحياة بيكون ساكن، يعني ما في رياضة، ما في اكسرسايز. الأكل، النمط الغذائي الغير صحي، اللي هم يعني دايما الأكل بتاع عصاير وفاست فود وهي الأشياء برضو بتكون في زيادة سريعة في فترة الحمل الأولى، بتكون يعني أكثر من المعدل الطبيعي، دي برضو بكون يعني عامل العوامل السكر الحمل. بالإضافة للناس اللي بيكون عندهم ضغط، نعم، يعني ضغط الدم إذا كان في الأحمال اللي هنا، أو كان الضغط من قبل، أو أحيانا
يعني من بداية الحملة كان في ضغط، ضغط الدم. في بعض الأجناس أو الأعراق بتكون في المجتمع، يعني هم أساسا عندهم السكري، اللي هم الأفريكان الآسيان، هي دي برضو عندهم هنا. وإذا كان في واحدة قبل كده حصلت لها ولادة متعسرة، أو طفل يعني توفى، أو الطفل أو التسقيط يعني من غير سبب معلوم، يعني ده برضو يكونهم في الأحمال الجاية برضو يكونوا معرضين لسكر الحمل. هاي يمكن تكون عامة الأسباب اللي هي بالنسبة لي إذا كانت الواحدة عندها هاي العامل، أو هاي المشكلة حصلت لها قبل كده، أو هي متوفرة في العيلة، أو متوفرة في هي أسرة نفسها، ممكن تكون عاملة يعني حساب على أساس احتمال تصاب بسكر الحمل. الحمل وسكر الحمل هو طبعا بيكون في الفترة اللي ما بين 24 ل 28 أسبوع من الحمل، طبعا بيروح بيختفي بعد الولادة. ممتاز. بس طبعا له تأثيراته على البيبي وعلى الجنين، وبالتالي لازم احنا نعمل حسابنا من قبل ما يصهر. هي الحمل بالتغذية السليمة، بالرياضة، بالحركة، يعني الوحدة ما تكون يعني دائما هي في حالة يعني خمول، أو في حالة لازم تكون في حالة حركة، في حالة تغذية سليمة. ممتاز. شكرا لك اختي ست البنات، اخصائيه التغذيه بهيئه الصحه بدبي، هذه المداخله بخصوص العوامل المؤديه لسكر الحمل. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا لك، تسلمي. شكرا لك. الله. نرجع قبل ما نطلع الفاصل على السريع، اقول لكم عن في مراسله لقناه سي ان ان صارت الحين موتيفيشن سبيكر، او تتكلم عن كيفيه تحفيز النفس وغيرها. كانت تقول في قاعده ذهبيه، نزلت كتاب اسمه 5 سكند ميموري، انه اول ما نفكر نسوي مشروع او نسوي اي خطوه جديده او ننتقل اي مكان جديد، فاول 5 ثواني شو اللي يستوي؟ ان دماغنا اوتوماتيكيا يحط قدامكم كل العواقب وكل الخواطر، المخاطر، يحط لكم قائمه بكل المخاطر وكل الاشياء الممكن تستوي لو انتم طبقتوا هذا بطريقه سيئه. ليش؟ الهدف من هذا ان الدماغ يبقى يحميك من ان انت تفشل، او انت تزعل، او انت ان انت تفشل في الخطوه هذه وبالتالي تضايج. فلو احنا تخطينا هالخمس ثواني بعد هذا نقدر ان احنا نمشي في المشروع مالنا او في الخطوه الجديده مالتنا. هذا وايد مهم. كثير من الناس يقول لك انا والله كنت افكر اسوي هالمشروع الجديد، او اغير مثلا دوام لدوام ثاني، او ابتدي مثلا مشروع جديد او بزنس جديد، لكن تميت افكر، لاحظوا معظم الناس شو تفكر في الاشياء الغلط ممكن تسوي، ممكن اخسر، ممكن بذاتي تروح، ممكن افشل، الناس شو بتقول، امي شو بتقول، اختي شو بتقول، ربيعي شو بيقول، هذه كلها دماغك قاعد يعطيك اياها عشان يحميك من الفشل. فلازم احنا نخلي هالاشياء على جنب ونفكر بايجابيه باي خطوه جديده، ونحن دائما في بالنا اي خطوه بتخطوها فرص النجاح والفشل انا اعتبرها متساويه. طبعا فرص النجاح تزيد لو انت مخطط لها زين وحاط يعني فريق ممتاز وغيرها، لكن هناك فرص الفشل دائما، والفشل دائما ما يعتبر نهايه الطريق. احنا ما نفشل، احنا نتعلم. رح نطلع ان شاء الله الحين فاصل عشان ما اتاخر على الفاصل. بعد الفاصل ان شاء الله رح يكون عندنا باقي المواضيع الشيقه من برنامج صحه وسعاده، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. في سؤال وايد مهم من أحد المستمعين. السلام عليكم، أنا أسف مستمع أو مستمعة ما يطلع لي. السلام عليكم دكتورة، شو رأيكم في الأشعة الملونة لكشف انسداد شرايين القلب قبل البدء في أدوية الكوليسترول؟ ولو لم تكتشف أي انسداد فلازم أخذ دواء على أي حال لو الكوليسترول عالي. أنا الأمانة ما لي خبرة وايد في الأشعة الملونة اللي كشف انسداد الشرايين، لكن أنا بعلق على نقطة ارتفاع الكوليسترول أو الكوليسترول العالي. للأسف إلى الآن في كثير من الناس يخافون من السكري ويخافون أو يحترمون السكري وارتفاع ضغط الدم. الكوليسترول بالذات معطينا طاف. شو يعني معطينا طاف؟ يعني تلاقي الناس ملتزمين بدواء السكري ودواء ارتفاع ضغط الدم، بس دواء الدهون تلاقينا يسوونه بالمزاج، ياخذونه يوم ثلاثة ايام ما ياخذونه، ياخذون شيء زين.
من عدو التحليل يطلع زين، نقولهم ترى انتم زين يعني تحليل الكوليسترول مالكم والدهون الثلاثيه زينه، يبتدون عادي يفصلون الدواء على مزاجهم، يوم هي يوم لا. واحده قالت لي مرتين في الاسبوع، واحده قالت لي دكتوره يومين هي يوم لا. زين منو قال لهم تاخذون بهالطريقه؟ لا لان الكوليسترول عندي صار زين. ترى ليش الكوليسترول صار زين؟ لان لما الكوليسترول كان عالي معناه الجسم غير قادر على تصريف الكوليسترول بطريقه سليمه، صحيح؟ تمام. لما نعطيكم احنا الدواء، هذا الدواء يساعد الجسم على تصريف الكوليسترول بطريقة صحيحة لمنع تجمعه ويسوي جلطات ويرتفع في الدم. بالتالي لما أنت توقف الدواء أو تقلل منه أو تغير من الروتين مال الدواء، شو يستوي عندك؟ يستوي أن الجسم لا يزال غير قادر على تصريف الكوليسترول. بالتالي الأيام اللي أنت تطوف فيها دواء الكوليسترول، الجسم غير قادر على تصريف هذا الكوليسترول. والكوليسترول والدهون موجود في كل الأكل احنا ناكله بنسب مختلفة. ما في أكل ممكن تقول 100% خالي من الدهون، ما في ولا شيء، في نسب مختلفة، لكن الدواء هو اللي يساعد الجسم أنه يتعامل مع هذه النسب المختلفة من الكوليسترول. فرجاء الكوليسترول نعامله معاملة نفس السكر ونفس السكري وارتفاع ضغط الدم، نمشي على الخطة العلاجية حتى لو الكوليسترول ما كان زين، وحتى لو ما عندكم جلطات أو ما عندكم انسدادات لازم ناخذ الدواء. الحين راح ننتقل لموضوع ثاني، موضوع مشاركة هيئة الصحة بدبي في جايتكس. طبعا مطلع الأسبوع القادم تنتظر هيئة الصحة بدبي زوار معرض جايتكس 2019 من كبار المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي. طبعا ننتظرهم بحدث مبادراتنا ومشروعاتنا وتطبيقاتنا الذكية التي جاءت متوافقة لأفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية من خلال منصة هيئة الصحة بدبي المميزة. حال مشاركة الهيئة بناخذ شيء مثل ما يقولون معلومات سريعة عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض جايتكس. يصيرنا يكون معنا عن طريق الهاتف أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا أماني. الخير، هلا مرحبا. أهلا فيك وحياك الله في صحة وسعادة. أهلا أختي أماني، تعطينا نبذة عن مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض جايتكس 2019. احنا في هيئة صحة بدبي ان شاء الله هالسنة بنشارك بحزمة من الأنظمة الجديدة، وطبعا يكون الهدف خدمة المتعاملين الرئيسيين اللي عندنا هم المرضى والمختصين في مجال الطبي. احنا بيكون عندنا منصة في منصة دبي الذكية، وعندنا منصة مستقلة في S3C11، هاي منصة هيئة صحة دبي. بنعرض في المنصتين خدمات مختلفة، من أهم التطبيقات اللي بنعرضها تطبيق الرسمي اللي هي صحة دبي، اللي هي تطبيق الشامل اللي فيه كثير، اللي فيه التطبيق الرسمي للهيئة وتضمن جميع خدمات تسهيل عملية الوصول من قبل المجتمع لخدمات هيئة صحة دبي، وفيها بيكون بعض الخدمات الجديدة مثل نظام براعم، مثل نظام ضم الملفات العائلة لنفس، يعني ضم ملفات العائلة لكل أفراد العائلة تكون في ملف واحد فهاي ممكن عشان يكون سهولة للولي الأمر متابعتها. فهاي يكون إن شاء الله بنشرح لكم بالتفصيل عند زيارة المنصة. أيضا بنعرض بعض خدمات، أيضا بنعرض تطبيق دبي هيز بوكينج دوت كوم، وهي منصة ذكية لحد المواعيد الفورية اللي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعاليات أداء القطاع الرعاية الصحية في حكومة دبي، اللي هي يعني منصة تكون للخاص وأخذ المواعيد لقطاع الخاص وقطاع الحكومي، يعني المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية. أيضا في بعض الأنظمة الداخلية اللي احنا بنعرضها، بعد من الأنظمة الداخلية احنا بنعرض نظام التظلمات والشكاوي، جعلناها بطريقة آلية تسهيل وفيها شفافية وفيها البرايفسي لعملية الشكاوي، يعني هو يسمح للموظفين بتقديم تظلمات وشكاوي حيال تقييم الأداء السنوي، وهذا بيكون بطريقة شفافة وما يكون فيها يعني مثل لما يكون في أوراق ممكن، بس هذا بيكون بطريقة منهجية عبر النظام. أيضا احنا بنطلق يعني
نطلق إضافة جديدة في نظام السلامة، وهو أن أضفنا الذكاء الاصطناعي في تنبؤ بتدهور حالة المريض. نعم. وهذا هو عبارة عن نظام تم إضافته في نظام سلامة، ونظام كشف مبكر لحالة المريض. المريض تسهم في وضع خطة العلاجية، يعني يكون إذا يعني يحدد بطريقة بالذكاء الاصطناعي إن حالة المريض هل قابل للتدهور، عشان نأخذ فيها يعني مثل الاحترازية. نعم. أيضا بنعرض نظام اصطناعي في فوترة الحسابات، اللي هي هذا أضفناها في نظام الفوترة الحسابات الموجودة في نظام المالية في هيئة صحة دبي. أيضا بيكون هناك أيضا بنعرض طائرة درون اللي هي بنستخدمها في منشآتنا في هيئة صحة دبي لتحديد التصوير الحراري للمنشآت، لأخذ بعض القرارات في هذا المجال. أيضا بنطلق نظام الشفاء، وهذا نظام فيه عملية، هو نظام لترتيب لإجراءات عمل الأطباء الزائرين وإرسال المرضى إلى مستشفيات العلاج في الخارج. أيضا هذا النظام إحنا إن شاء الله بنعرضه. أيضا إحنا تبنينا منتدى الصحة سنة لطافة هاكاثون، والفريق الفائز للهاكاثون إحنا تبنيناهم في هيئة الصحة، وبيعرضون التطبيق الذكي اللي هم بنوها بالتعاون مع هيئة الصحة دبي، يسمونه مايند، اللي هي تطبيق ذكي يهدف لمساعدة أفراد اللي يعانون من اكتئاب وعشان يخفف عنهم أعراض مرض الاكتئاب. فهي وطبعا في خدمات أخرى أتمنى للزوار أن يزورون المنصة، وإن شاء الله يعني بيستفيدون، وإن شاء الله هالسنة بتكون يعني حلة جديدة وأنظمة جديدة، والهدف هو تركيز على الإبعاد المتعاملين وتسهيل الأكسس اللي هي وصول لخدمات اللي هي صحة دبي. فأتمنى حضور الجميع للمنصة إن شاء الله. ممتاز، ما شاء الله في وايد مفاجآت للمتعاملين اللي بيزورون إن شاء الله منصة هيئة الصحة بدبي في جايتكس، فندعوهم طبعا جميعا إنهم يزورون المنصة، وأكيد خلال معرض جايتكس رح ناخذ الموظفين والمتعاملين والموجودين في منصة هيئة الصحة عشان يعطونا أبديت عن كل جديد في منصة هيئة الصحة. شكرا لك أختي أمان الجسمي هالمداخلة، ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا مثل ما سمعتوا ما شاء الله في كثير من الأشياء بتكون موجودة في منصة هيئة الصحة في جايتكس 2019 اللي يبتدي مطلع الأسبوع القادم. مثل ما عودناكم دائما لما يكون معرض جايتكس أو أي من المعارض يتم نوفر لكم نقل حي من المنصة نفسها، وين موجودين، شو الخدمات الموجودة، شو الأجهزة الجديدة وغيرها. طبعا لما تسيرون مثل ما دائما مهاتنا يقولون يوم تشوف على عينك غير، لما تسيرون هناك تستمتعون بالتجربة، تجربون الأشياء وتشوفون الأشياء بنفسكم، راح تقدرون قدر الجهود، مقدار الجهود اللي بذلت لتصل هذه التقنيات والتكنولوجيا إلى هذه المنصة. احنا حنطلع إن شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا موضوع آخر جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسالة نصية على 4006. في عندنا مداخل عن طريق الهاتف، بعدين بقرا واحده من الرسائل. اخ عادل صباحك ورد. مرحبا، سعد الله صباحك دكتور رضا. وصباحك يا مرحب بك والله حقيقه. طيب بقول الاشاده اولا، يعني انت حقيقه فوق انك دكتوره ما شاء الله، تقدم الرجاء طريقه هذه يعني اعلاميه مش دكتوره. شكرا 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 لك، شكرا لذوقك. ثاني طريقه انا عارف كابتن فرح وعمار ومخلي كلهم ما شاء الله، هي نوردوي مميزه اكيد. طيب يا استاذه انت كان معليش دكتوره، تفضل. انت قبل يومين تقريبا انا كنت متابع الحلقه بس ما حصلتها، كان في شغل ما عليك، تكلمت عن الفول السوداني. اوكي
بداية طبعا هو في السودان مستعمل كثير عندنا، بيكون في أكلات شعبية وبيعملوا منه شورب وبيعملوا منه نوع من السلطات، بس فترة كده الطريقة اللي كان بيتباع بها والتعبية فيها كأثناء طلعت عنه إشاعات إنه بسبب نوع من الكانسرات وكده. بس الشهر الأول، فهل الحكاية دي حقيقية؟ حتى لو في مش في الحلقة دي بسمع في حلقة أخرى بعد ذاك المسمى هذا نفسه كل السوداني جات من فين رجل ما أعرف، أعرف إنه بيزرع في أمريكا وفي البرازيل. هو قد طلع عليه إشاعة عن سبب السرطان الفول السوداني؟ في السودان حصل، لأنه كانت طريقة التعبية والبيع بتاعته طريقة مش يعني تقول ما فيها تقنية كده، بيتباع بطريقة مش صحيحة في الشوارع في أثناء، فهي قاموا الناس وقفوا عنه. طبعا هو أنا هنا مختلف في الأمر، فوق 20 سنة فبرسلوا لينا من هناك، حتى هنا وقفنا بدينا ناخذ اللي هو معبد بيجي من أمريكا بتجي التعبية اللي هو ما أعرف أمريكا أنا شيء كده، نعم نعم طعمه غير يعني طبعاً. أتكلم الحق أنا يعني دائما أقول اللي ينباع في الشارع مع الغبار في طعمه أحلى، ترى اللي ينباع في الشارع الغبار يعطيك مزة، يعطي ملوحة. والله كلامك صح، والله كلامك صح، يكون دائما في مزة كذي لذيذ. أكلتها الأكلة سلطة لأخ بابت كان معاي، وهو استغرب جدا لما نحن عملناه بسرعة فيه، كبينا فيها زيت وليمون وخلطنا هذا الفول السوداني معاه، قال والله الزولات سووا شيء حتى النار ما دخل، قال قلت له دخل النار قبل ما يجي. والله عايز الاستفسار ده هل هو حقيقة، حتى الأهل هنا وقفوا منه حتى من المكتوب على الأمريكان بعد ما صار يجيبه ما أعرف. إن شاء الله إن شاء الله أستاذ على تسمع. بعدين استفسري، أنا متابع حلقتك دائما لأنه التايم بتاعك بيجي معي، انا بطلع من مردي بوصل لغايه راس الخيمه مرات وموجهين شغل، انا برا على الدرب توصل يعني بالسلامه ان شاء الله. توصل بالسلامه الله يسلمك. بعد ذاك عاوزين نعرف المسمى دي ليش يعني هو مخصص بالسودان، ليش سموه فول سوداني، ليش سموه فول سوداني؟ بنسال ايمن سرحيل، هو ما شاء الله خبير عنده، بنخلي المخرج يدور لك عن جواب السؤال. وانا متابع معك ان شاء الله. ان شاء الله اخي عادل، شكرا لمداخلتك، شكرا لذوقك، نهارك سعيد، شكرا. طبعا انا الامانه ما عندي علم هم يعني هالاشاعه اللي طلعت في بلد السودان الشقيق، لكن طبعا التعبئه الخاطئه لبعض المنتجات الغذائيه ممكن تخلي هذا المنتج الغذائي يزيد خطر الاصابه ببعض الامراض. ليش؟ لانه لو مثلا خلينا نفترض ان هذا الفول السوداني كان ساخن وعبئوه في اكياس بلاستيك، البلاستيك فيه مواد مع الحراره تدخل في هذه الماده الغذائيه، بالتالي ما احنا نستهلكها ممكن تسبب بعض الامراض. لكن انا ما عندي علم كيف تتم التعبئه هناك، لازم نسوي عليه بحث شوي زياده. لكن انا دائما اقول كثير من الاشاعات ترى تطلع، وخصوصا في مجال السرطان، لاحظوا انه كل يوم يطلع بوست جديد، الحليب يسوي سرطان، القهوه تسوي سرطان، القهوه تقي من اليوم يقولون القهوه تسوي سرطان، باش يقولك تقي من السرطان. في وايد اشاعات ترى تنزل بهالخصوص، وانا افضل دائما دائما لما تطلع مثل الاشاعات العلاقه بالاكل شو نسوي. الحل الصحيح ان احنا نتوجه حسب كل دوله وشو نظامها. مثلا احنا عندنا في البلديه دبي مختبر الاغذيه، نسير نسالهم يا جماعه ترى طلعت هالاشاعه عن هذا المنتج، شو رايكم انتم؟ احتمال الجهات تكون غير يعني ما عندها علم على الاشاعات اللي طالعه، تكون على مستوى الشارع، فياخذون عينات من هذا المنتج ويفحصون ويقول لكم لا والله هذا امن او غير امن. فهذه بالنسبه لي افضل طريقه. حتى الاخ عادل يقول يجيبونهم من السودان، ممكن حتى الفول السوداني اللي يجيبولكم من السودان تاخذيه تاخذه مختبر الاغذيه في بلديه دبي، يسوون عليه فحوصات ويقولون هل هو امن او غير امن. فهذه افضل طريقه عشان مثل ما يقولون لا نستسلم للاشاعات. انا ما احب الاشاعات، احس الاشاعات ممكن تهد دول من اشاعه واحده بس تطلع، خصوصا في عالم الاكل والطب ترى وايد تطلع اشاعات. رح ننتقل للسؤال قبل ما ناخذ دكتورة مي. السؤال يقول دكتورة هل عندكم أي برنامج للتعاون مع المدارس الثانوية العامة والخاصة اللي فيها نسبة مواطنين عالية للتعريف بمجال الطب وتحفيزهم للدخول؟ نعم موجود برنامج طب وعلوم اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي، هي عبارة عن منح تعطى للمواطنين والمواطنات التخصص في مجالات الطب المختلفة، الطب المساند، تمريض، الطب كطبيب نفسه، يبتدون من الثانوية العامة يروحون يعطونهم ورش، يعطونهم محاضرات توعوية عن ما هي التخصصات المطلوبة، شو أهمية وجودهم هم ككادر مواطن في مجال الطب موجود هذا. وإن شاء الله إن شاء الله نستضيف مرة من برنامج طب وعلوم حد يتكلمنا ويرد يذكركم بموضوع طب وعلوم. رح ننتقل الآن إلى موضوع جميل آخر. أعلن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي مؤخراً عن توفير 33
وحدة دم نادرة خلال عامين لتسعة حالات مرضية بواقع ثلاث حالات مرضية في أبوظبي مستشفى الشيخ خليفة وكليفلاند كلينيك، حيث تم الصرف 11 وحدة دم من أصناف الدم القليلة التواجد لهالحالات، كما تم توفير 17 وحدة دم من أصناف قليلة الوجود في المستشفيات الخاصة في إمارة دبي، وخمس وحدات دم لمستشفيات الصحه دبي. جهود جبارة، ومثل ما دائما نقول لا بديل للدم البشري حول هذا الموضوع، وجهود المركز في توفير الدم للمرضى والمصابين وخاصة الفصائل النادرة. يسركم معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صباحك ورد دكتورة مي. صباح الورد، أهلا بي دكتورة ندى. أهلا فيك دكتورة مي. أول شيء نتكلم عن قاعدة البيانات اللي عندكم. أول شيء نقول شو فئات الدم النادرة، شو لما نقصد نقول عن وحدات دم النادرة، من هي وحدات الدم النادرة وكيف أنتوا تتعاملون مع وحدات الدم النادرة؟ نعم طبعا، بالنسبة لأصناف الدم مثل ما أكثر الناس تعرف أنه في تصنيف عام، وهي أنه في أربع أصناف للدم، هي الأو والأي والبي والأي بي، وكل واحدة منهم ممكن تكون بعامل رصاص يا أما موجب أو سالب. فلذلك نسمع مثلا واحد صن الدم بي موجب أو بي سالب أو أو موجب أو سالب. فهذه الأصناف إحنا في علم نقل الدم هذه أصناف عامة. لما نعمل فحوصاتنا المخبرية في بعد تصنيف دقيق ينزل تحت هذه التصانيف، وفي منها في بعض هذه الأصناف في أصناف تكون قليلة الوجود وفي أصناف نادرة. طبعا النادرة معناها جدا نادرة تكون، قليلة التواجد هي أصناف تكون أقل وجودا من الأصناف الشائعة والموجودة. ففي بعض الحالات المرضية لما يكون المريض صن الدم من الأصناف القليلة التواجد أو حتى النادرة، فهذا طبعا يحتاج أنه نبحث مركز الدم، لازم يبحث في سجلاته حتى نقدر في قاعدة البيانات نستطيع الوصول إلى وحدة دم بهذا الصنف. لأنه مثلا ما ممكن أنه نقول لهم صنف غير عن صنف دمهم، لأن ممكن هذا يسبب تفاعلات بعد نقل الدم، ممكن بعض منها يكون خطير على صحة المريض. فلذلك مثلا تواجد مثل هذه الوحدات الدم القليلة التواجد من متبرعين طوعيين جدا مهم. المركز يسعى دائما إلى وجود قاعدة بيانات يتم تسجيلها بصورة مستمرة، وكذلك نتواصل بصورة مستمرة مع المتبرعين. يعني دكتورة ندى، ممكن المتبرع اللي يكون صنف دم قليل الوجود يمكن يجي يتبرع مرة واحدة ويروح، صحيح. وبعد ما يرغب مثل بالتبرع مرة ثانية. لكن احنا اللي نسويه في المركز انه نتواصل معاهم بصورة مستمرة، نتأكد من ارقام تليفوناتهم، نتأكد من وجودهم، قسم منهم هم مثل من مواطني دولة الامارات، وقسم هم من المقيمين في الدولة، صح. فدائما نتواصل نشوف انه بعد ما زال موجود حتى تكون بياناتنا جديدة updated. في حالة حدوث أي طارئ ممكن أنه نرجع لقاعدة البيانات، نتصل بالمتبرع ونطلب منه يتبرع بالدم. يعني معظم هذول المتبرعين عندما صارت مثلا قبل فترة طلب دم لحالة كانت في ولادة في كليفلاند كلينيك في أبو ظبي في مستشفى الشيخ خليفة وفي كليفلاند، اتصلنا بالمتبرع وهو يعرف أنه صنف دمه من الأصناف القليلة الوجود، وطلبنا منهم يجون يتبرعون، وقدرنا خلال ساعات أنه يجي المتبرع نسحب دم، نقوم بالإجراءات الفحوصات ونوفر وحدات الدم للمريض المحتاج. وكذلك خلال يعني السنة اللي فاتت وهذه السنة صارت عدة حالات في الميد كلينيك هوسبيتال اللي هي مستشفى خاص في دبي، وكانت حالة قليلة الوجود صنف دمها، وقدرنا نرجع للبيانات، كان عندنا في بعض الوحدات الدم موجودة وفي احتاجينا في اتصلنا بالمتبرعين. فهذا نحب احنا طبعا انه نظهره، لان الحمد لله بنوق الدم داخل دولة الإمارات كلها تعمل بنفس مستوى الأداء معتمدة من قبل جمعية بنوق الدم العالمية، وفي تواصل كبير بين بنوق الدم في أبو ظبي العين وفي وزارة الصحة وهيئة الصحة اللي هي هذه بنوق الدم الرئيسية داخل الدولة. فنساعد بعض، المعلومات نستفاد منها ونقدر ندعم. طبعا هي النتيجة هي المريض المحتاج، فما يفرق وين يكون المريض موجود، في صحة أو في هيئة الصحة أو في وزارة الصحة. فإحنا نفتخر بوجود هاي القاعدة البيانات،
جدا نشكر طبعا المتبرعين بالدم اللي يجون ويلبون النداء ويتبرعون بالدم. يعني أحب أذكر أنه واحد من المتبرعين كان متبرع قبل تقريبا شهر ونص، وبعد في بعد أسبوعين يلا يقدر يتبرع مرة ثانية، لكن لما صار في طفلة محتاجة وكانت عندها مرض دم وراثي، نعم، اتصلنا به وسوينا له تقييم الحالته وتأكدنا أنه ممكن يعني ما يضره، وتبرع بالدم رغم أنه الفترة ما بعدها للتبرع الثاني بعد ما واصلة، لكنه هو وافق واحنا طبعا قيمناه طبيا وتبرع بالدم. ممتاز. نعم. دكتورة مي، عملية التطوع بالدم في الإمارات هي طوعية 100%، فشو تلاقين إقبال الناس على التبرع بالدم؟ طبعا دكتورة ندى، أنا اليوم أحب أقول أنه منظمة الصحة العالمية في عام 2010 اختارت دولة الإمارات في مجال التبرع بالدم الطوعي من ضمن أفضل 5 دول في العالم. فإحنا الحمد لله بفضل دعم القيادة الرشيدة وبحب العطاء والدعم لمشاركة جميع أفراد المجتمع بدعم الأعمال الإنسانية، إلا طبعا دور كبير في دعم روح التطوع. لأن طبعا المتبرع بالدم، إحنا دائما نقول إنه في فوائد التبرع بالدم على المتبرع، لكن هذا ما يجي جنب قد هو المتبرع يقضي من وقت ومن جهد حتى يجي ويلقي المكان المناسب ويفوت بإجراءات التبرع ويرضى طبعا بالأبرة اللي بها ألم قليل، لكن صحيح. هذا كله هو ده يسويه حبا في خدمة أخيه الإنسان. و 99.8% من المتبرعين اللي يتبرعون ما يعرفون دمهم وين يروح ولا يسألون وين لح يروح دمهم. صح. يعني هم ما يعرفون منه المريض اللي حياخده، بغض النظر عن جنسيته أو عن ديانته أو شيء، هم جايين يسوون عمل تطوعي ويدعمون الإنسان، لأنه مثل ما تفضلتي بداية الحوار أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان إلى يومنا هذا. فإحنا طبعا نشكر المتبرعين بالدم اللي يتبرعون والناشد كل الأشخاص اللي يشوفون ممكن أن يكونون هم متبرعين بالدم للتبرع بالدم، لأن الحاجة مستمرة والحاجة متزايدة، وعلى قد ما نسحب إحنا نصرف دم، فإحنا دائما في حاجة يومية للمتبرعين بالدم حتى نغطي حاجة المرضى. بالضبط. دكتورة مي، تكلمين على السريع التجهيزات والتقنيات المستخدمة للتأكد من عملية الدم تكون عملية سليمة ويوصل الدم بشكل سليم للمتبرعين للمستفيدين. نعم، بالنسبة لمركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي، فهو أول مركز داخل دولة الإمارات حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية. هذا الاعتماد الدولي هو معروف بصرامة معاييره وأنه متخصص في نقل الدم. من نقول المعتمد معناها أنه كل الإجراءات اللي تبدي من استقبال المتبرع والتبرع بالدم وما بعد التبرع بالدم، اللي يشمل فحص الدم، تخزين الدم، تحضير مكونات الدم، ثم تخزينه داخل المركز، ثم نقله إلى المستشفى اللي لح يستخدم الدم وينقله للمريض، كل هذه في إلها معايير جدا ضوابط ومعايير صارمة لضمان سلامة المتبرع من جهة وسلامة المريض متلقي الدم. فالحمد لله المركز معتمد لحد اليوم 4 مرات من قبل جمعية بنوك الدم العالمية، ويسعى طبعا منذ عام 2017 هيئة الصحة في دبي شملت المركز ضمن برنامج 7 نجوم. فإحنا شغالين منذ 2017 في تطور مستمر لإرضاء وسعادة المتعاملين، فلذلك مثلا دخلنا تطبيق دمي اللي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة اللي تخلي فترة التبرع بالدم أقصر، رحلة المتعامل تقل ب 20 دقيقة لأن يقدر يقوم ببعض الإجراءات على هاتف المحمول قبل لا يوصل للمركز. نعم. وفي كثير تسهيلات، في أحب اليوم أقول أنه المتبرعين بالدم اللي يتبرعون أكثر من 30 مرة ويحملون بطاقة التبرع بالدم البلاتينية أو اللؤلؤية يدخلون مع أصحاب الهمم، فما ينتظرون الدور بالمركز، لكنه
نظام الطابور الآلي يأخذهم فورا إلى الفاست تراك أو الإجراء السريع. وهذا طبعا شكر وتقدير لهم على تكرار تبرعهم عدة مرات. فإحنا حريصين أنه نوفر كل التقنيات اللي تسهل عملية التبرع بالدم. وطبعا هي عملية التبرع بالدم اليوم نقول أنه هي آمنة وسليمة، كل شيء نستخدمه يستخدم لمرة واحدة، ولا يمكن أنه ننقل عدوى لمريض عن طريق المتبرع عن طريق نقل الدم. ممتاز. أنا شاكرة لك دكتورة مي رؤوف مدير مركز زبيل التبرع بالدم هذه المداخلة الجميلة، يعطيكم ألف عافية على جهودكم، وهذه دعوة للجميع للتبرع بالدم يتوجهون لمركز زبيل للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة. شكرا لك دكتورة مي، نهارك سعيد. شكرا لك دكتورة، في أمان الله، مع السلامة. ما شاء الله، مثل ما قال دكتور مي، التبرع بالدم هي مهمة إنسانية ولا بديل الدم الإنساني. فجميع اللي يسمعونا اليوم حاولوا تتبرعون بالدم، توجهوا لمركز زبيل التبرع بالدم، موجود ضمن نفس منطقة مستشفى لطيفة، تتبرعون هناك، الإجراء وايد سهل. تدخلون على تطبيق هيئة الصحة بدبي، تلاقوه محطوط هناك ضمن تطبيقات الدمي، تسجلون فيه بطاقة الهوية، يطلع لكم باركود، تروحوا مركز زبيل التبرع الدم، سوون لسكان، وعلى طول بياناتكم كده تدخل في السيستم. احنا وصلنا نهاية البرنامج ان شاء الله. نشكر ايمن سرحيكة معي في الاخراج، وميرا المري كانت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. ان شاء الله كنا خفاف معاكم، الى نلقاكم في الاسبوع الجاي ان شاء الله. نتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع جميلة، وخميسكم ونيس، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.